ايه بالهبل هتوصل لاول اول عم نشوف بلبل وصل كمان على نفس التل اللي قطع لقدام امطار زياده وعفرت معه وطبعا اجى الشفر بشيله لللاند قلتلك تعي على اليمين علي علي لف لهداك علي هلف بس حطهم ياي ايه ترى علي علي هي قفلها بس عملية سيفينج نمبر 2 عم نشوف الشفر هلا عم بيسحبوا لللاند شفر صحة حبيبنا صحة شفر لحظة ربيع شو عم تعمل بالضبط؟ لا وقف وقف كومنت كومنت لسيدي عريلو انت مش فم فم عريلو انت عريلو انت